يا أخي ليش قاعد نسمع؟ عسى الناس الكل، مرحبا بكم في اليوم الرابع والأخير من الندوة الافتراضية الخاصة بالعمل المناخي المحلي. نذكر الندوة هذه تندرج في إطار مشروع العمل المناخي المحلي، مبادرة من الشابتين أمنة فراتي ووفاء الحمادي بالتعاون مع مؤسسة أريتش بول ستيفتون. خلطنا إذن للمرحلة الأخيرة أو الندوة الأخيرة اللي عنوانها اليوم أو محورها الأساسي اليوم الموقع الصحافي أو دور الصحافي المحلي البيئي في البيئي والمناخي كذلك في العمل المناخي المحلي، دوره موقعه وخاصة نحب نعرف ربما الواقع نتاع المنبر هذا، الواقع نتاع التفاعل مع الواقع المحلي في المناخ والبيئه. معنا مباشره باش يكونوا تباعا السيد اذا اشرف، دقيقه واحده، اذا معنا السيد اشرف شيباني، هو ربما مختص بالاتصال الكوميونيكاتور الاتصال المناخي. مرحبا بك سي اشرف مباشره من الجنوب، بطبيعه الحال معروف بنشاطه البيئي، كذلك اظن انه عضو كذلك في الفورا ميدياتيك تاع المنتدى الوطني للتاقلم مع التغيرات المناخيه. مرحبا بك سي اشرف. عسام سي اشرف. عسام مرحبا بك سي توفيق وشكرا على الاستضافه. بارك الله فيك. نكمل شويه باش نقدم بقيه المدخلين تباعا، باش يكون معنا تكون معنا السيده صبيحه الحمري، هي مكلفه الاتصال في وزاره الشؤون المحليه والبيئه، وبعد باش يكون معنا السيد محمد الهمامي ومقدم برامج على اذاعه شمس افام، برنامج شمس ايكولو. هكا نكونوا اعطينا ربما ثلاثه اختصاصيين يختلف اختصاصهم من الاداره الى ربما الاعلام الحر الى الاعلام كذلك نجم نقولوا الرقمي او الخبير المختص في الشان البيئي المناخي الرقمي. ان شاء الله تقعدوا تتابعونا برشا. قبل ما نبداو باش نحيل الكلمه الى السيده امنه فراتي باش ربما تعاود تذكرنا وتحطنا في الاطار العام لهذا المشروع، لكن الكلمه امنه. شكرا سي توفيق، مرحبا بكم اليوم في الويبينار الاخير الرابع في سلسله ترين ويبينار اللي اطلقناها في اطار مشروع العمل المناخي المحلي، اللي هو مشروع بدينا فيه انا وفي من سنه 2020 اللي نخدموا نحاولوا في تشريك المدن والبلديات في العمل المناخي المحلي. دونك هو مشروع بشراكه مع مؤسسه انريش بول الالمانيه. دونك عملناه وخدمنا مع اربع بلديات اللي هما بلديه محرز، بلديه جلبة اجي، بلديه ماطر، وبلديه بوسيرب. وكانت مخرجات المرحله الاولى هي كل مدينه خدمنا فيها تم اعداد مخطط مناخي محلي، وهو الاعداد نتاعو كان بطريقه تشاركيه، حاولنا نشاركوا مختلف الاطراف الفاعله على المستوى المحلي. اسمي في 2021 دونك كانت المرحله الثانيه من المشروع، دونك حاولنا نخدموا مع اربع بلديات من نفس الولايات باش نحاولوا نعزوا الانتركوميوناليتي بين مختلف البلديات في تونس. والبلديات كانوا صفاقس، جربة أجيم، منزل عبد الرحمن، وعين دراهم. الحقيقة نحن بدينا في تنفيذ المرحلة الثانية، ومن بين الأنشطة اللي حاولنا نرتكز عليهم فما النشاط اسمه ترينينغ ويبينار اللي هو محور اللقاء نتاعنا اليوم، اللي كيف عملنا وخدمنا وكان موجه للاكتيفيس الناشطين في المجال البيئي والمناخي. وطرقنا لأربع محاور اللي هما العمل المناخي الفردي، العمل المناخي الجماعي، المفاوضات المناخية، والسياسات المناخية في تونس. السنة حاولنا نوسع مجال التدخل
والسيبل كان مش كان شيء نشطين في المجال البيئي والمناخي، حاولنا نتوجه زاده للصحفيين المحليين على خاطر نعرفوا دور انه دور صحافي باش انه يوصل المعلومه وخاصه على المستوى المحلي. دونك كانوا هما من بين السيبل بتاعنا، واخترنا 4 محاور طرقنا لهم، دينا من نهار 3 طرقنا الحوكمه المناخيه والمحليه معكم من مدام عفيف مراكشي ومدام سلوحه بوزقرو، حاولنا نحكيه على مبادئ الحوكمة المناخية على المستوى المحلي، حاولنا زيدا نحكيه على اكزامبل في الحوكمة البيئية على المستوى المحلي من خلال تجربة الإيكو كونسيي اللي بدات فيها السيدات أسناء. وفي النهار الثاني حاولنا نحكيه على العمل المناخي والتقاعس عن العمل المناخي لاكسيون الينكسيون كليماتيك، وكان معنا سي توفيق سيدي من وزارة الشؤون المحلية والبيئة اللي حكى شوية على التقاعس المناخي، تكلفة التقاعس المناخي، ودخلت أنا باش حكيت شوية على العمل المناخي من خلال التجربة نتاع المشروع نتاعنا. البارح كان أعطينا الفرصة للزوز ناشطين في المجال البيئي والمناخي باش يحكيوا على دور نتاعهم على كي نحكيوا على العمل المناخي في على المستوى المحلي. لو كانت معنا إيسا جزيب وأحمد بالحاج من يوث فور كلايمت، وحكيوا بالكدا على التجارب نتاعهم على المستوى المحلي في العمل المناخي. اليوم هو آخر ويبينار، وحاولنا في الويبينار الثاني نتوجهوا سبيسيفيكمون للصحفيين المحليين، وخذينا كما قال سي توفيق 3 متدخلين اللي هما كل واحد فاعل على المستوى نتاعو. كي نحكيو على وزاره الشؤون المحليه الكوميونيكاسيون نتاعها مع مدام صبيحه، كي نحكيو على الكلايمت كوميونيكيتور مع اشرف شباني، وخذينا تجربه نتاع مشروع نتاع ايميسيون بدات من عام ناول اللي هي شمس ايكولو، دونك ايميسيون تحكي على الايكولوجي والاقتصاد الاخضر مع محمد هميمي. زي كيف نفكر اليس توفيق سيدي عنده 7 سنين يخدم في ايميسيون على البيئه في اذاعه الزيتونه، وبتاتخ هو ينجم زاد اون التيرنونس مع لي زانترفونون يحكي شويه على الاكسبيرونس نتاعو ودوره في العمل المناخي على المستوى نقول لكم متابعه شيقه للويبينار هذايا، ونفرحوا برشا كان يجيونا تساؤلات. توا نعطي الكلمه لسي توفيق باش يكمل ياسر هو الحوار مع مختلف المتدخلين. شكرا. بارك الله فيك أمنا فراتي، نذكروا لي أمنا فراتي هي الملصقة المشروع، مشروع العمل المناخي المحلي. مشكورة مرة أخرى أمنا، يعطيك الصحة. عاود حطيتنا في الإطار، ذكرتنا لي بالترابط بين الويبينار الأول والويبينار الثاني. باش ما نطولش برشا، سي أشرف حاضر معنا، ذكروا لي أشرف هو ربما مختص في الاتصال البيئي خاصة يخدم على مستوى محلي، وهذه تجربة قد نكتشفوها تباعا بالحق كما قلت أنت. ماذا بينا اللي يتبعوا فينا يتفاعلوا معنا في الموضوع هذا، موضوع هام وهام جدا يمكننا باش نسلطوا الضوء وناخذوا فكرة على العمل، عمل الصحفي المحلي. سي أشرف تسمع فيا؟ سيد أشرف مرحبا بك مرة أخرى، باش نحيل لك الكلمة وباش تعطينا ربما رأيك في الموضوع من خلال ما قد حددناه مسبقا من أسئلة لك الكلمة. إذا كانت عاود تبدأ تقدم روحك سيد أشرف، لك الكلمة. يعيشك، شكرا جزيلا. أول حاجة حبيت نشكركم على الاستضافة وعلى ثقتكم في شخصي. أشرف الشيباني، إذا أنا نخدم في المجتمع المدني في عدة مشاريع في علاقة بالتغيرات المناخية، حيث كنت منسق مشروع في مع جمعية ساعة الأرض تونس في مشروع وأطلقنا فيه أول دراسة بحثية حول التواصل في العالم العربي في علاقة بالتغيرات المناخية. وزاد منذ 2014 دونك نكتب في عدة منصات إعلامية وطنية وعالمية في علاقة في عدة مواضيع ومن أهمها التغيرات المناخية، من ضمنها فايس اريبيا وعربي بوست ويوث ماجازين وانسايد اريبيا وتيكومينا. في علاقه بالاتصال المناخي وخاصه في الجانب المحلي، انا دائما نؤمن ان العمل المناخي ينطلق اساسا من المحليات، يعني في الغالب في كل منطقه في تونس مثلا هناك دائما وسائل اعلام محليه هي تحسها اقرب للمتابعه واقرب للاشخاص،
واللي هما نقطة الوصل بينهم وبين ما بين الجمهور وبين صناع القرار. مثلا في عدة مناطق في الجمهورية تم وسائل إعلام اللي هي يعني هي أول من تنقل التحديات البيئية، سواء في علاقة بقضايا مثل التصحر، نقص الأمطار وغيرها، والمشاكل البيئية اللي ممكن تشمل منطقة أكثر من منطقة أخرى. يعني مثلا مشكلة التصحر مثلا هي من أكبر المشاكل البيئية في الجنوب التونسي، ممكن مش بنفس الدرجة مثلا في الوسط ولا في الشمال. يعني هذاك علاش المسؤولية نتاع الإعلام البيئي هو نقل التحديات هذه إلى صناع القرار، وأيضا التعريف بها، خاصة أن نعانوا للأسف أنه البيئة في تونس، صحيح في السنوات الأخيرة تم جهود كبيرة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لنقل مختلف التحديات البيئية التي تمر بها بلادنا، لكن ما هيش بدرجة كافية. التناول الإعلامي بصفة عامة محدود، وفي الغالب بيكون موسمي، يعني يرتبط أساسا بورشات مثلا تاع وزارة البيئة، بندوات عالمية أو قمة أو اهتمام المناخ الدولية. يعني ديما المهمة الإعلام البيئي أنه دائما يحاول قدر الإمكان يسلط الضوء على القضايا البيئية، خاطر نذكر نظرية ترتيب الأولويات، يعني الأشخاص والجمهور يهتموا أكثر بقضية وقت اللي يقع تناولها بدرجة أكبر. واضح سي توفيق؟ واضح. كملت، لأنه التفاعل ماهوش حيني. تسمع فيها؟ تسمع فيها أشرف؟ باهي. اذا يعطيك الصحه، حطيت معناها حطيت صبعك على الباب وقت اللي نحكيو على الاعلام المحلي. التعاطي نتاع وسائل الاعلام خاصه المحلي تحسه ناقص برشا. ونحن اليوم هذا الهدف نتاعنا، كيفاش ترى اين تكمن الحلول في الجانب هذا؟ اين تكمن الحلول في الجانب هذا؟ تكمن الخروج من المنصه. هو في الغالب يعني دائما اعتقد انه صحافه الحلول هي من اهم الطرق الكفيله بتغيير هذا الواقع. والاهم انه مثلا كنكتبوا مثلا في مقالات على التغير المناخي في مناطقنا، نحاولوا نكونوا اقرب للقارئ من خلال الانطلاق من التجارب الانسانيه. نحس اللي وصفه النجاح هو الانطلاق من التجارب الانسانيه، تجارب الاشخاص، وربطها بالعوامل البيئيه والاقتصاديه. نكون واضحين اللي التحديات البيئيه اللي تواجهها بلادنا والتحديات الاقتصاديه يعني مترابطه. نحاول نخلق خطاب يتماشى مع تطلعات القارئ من خلال ربط كيفاش انه حوكمه بيئيه رشيده تساهم في منوال اقتصادي مستدام. وفي اخر مقال كتبته حول الانتقال الطاقي في تونس وشنو العقبات اللي تواجهها تونس، عملت تحقيق استقصائي وانطلقت من تجربه شخص. يعني شخص يقول لك اللي مثلا في ولايه كيما تطاوين، انا باش نستعمل الطاقه الشمسيه وما نعرفش اذا كان الاختيار هذا صحيح ولا لا، لانه اعلاميا ما تمش تغطيه اعلاميه كافيه للاختيار هذا، رغم انه مثلا ولايه كيما تطاوين فيها تقريبا 300 يوم مشمس في السنه. يعني ما فماش مقالات بالشكل الكافي اللي يعطي الحوافز نتاع انتقال طاقي مثلا. حاجه اخرى زاد، ما فماش حوافز بدرجه كافيه اقتصاديا اللي ممكن الاعلام البيئي يسلط عليها الضوء. انا اعتقد انه يلزم الوزارات المعنيه، خصوصا وزاره البيئه والتنميه المحليه وغيرها، يعني يحاولوا يعملوا حملات تحسيسيه متواصله، ما تكونش موسميه، تحاول ديما متواصله، لانه القارئ يعني يقتنع اذا يكون يحس اللي هي سياسه الدوله اكثر من انها مبادرات عشوائيه من وقت الى اخر. واضح سي أشرف. سيد أشرف؟ إيه؟ به حسن، فما تون دو لاتونس ما بيناتنا هكا، نستناو بعضنا. اسمعني، هل الإشكال اللي حكيت عليه أنت وعدم توفر كل الآليات والحوافز، قلت حتى حوافز اقتصادية حكيت أنت، على عدم معناها بروز هالإعلام البيئي، أنت ك ك ك كصحفي ك ك ربما اتصالي في الجانب هذا، كيفاش ترى معناها الحل
في مثلا من جمله الاسئله اللي طرحتهم لك ان معناها تتفاعل مع المجتمع او بقيه الفاعلين المحليين بدءا بمثلا نقول المجالس البلديه بموقعك فيهم باش تخرجوا وتنهضوا على خاطر لانه احكينا في الويبينار الكل يسبقونا على معناها عموديه او افقيه سماح افقيه الاتصال المناخي في او الواقع المناخي او المحور المناخي معناها يشابوتي تقريب كل المواضيع. كيفاش ترى انت تموقعك كيفاش ترى دفعك مع القوى او الفاعلين المحليين للنهوض بالقطاع؟ خلينا نكون واضحين انه مثلا في الفاعلين المحليين ثم درجات مختلفه من الوعي باهميه بخطوره التحديات المناخيه تواجهها بلادنا ولا تواجه المنطقه اللي نعيش فيها. يعني ثم فاعلين محليين قابلتهم يقولوا اللي التغير المناخي يلقي بظلاله على المجتمع المحلي. نلاحظوا انه خطوطه تاثر على يعني التغير المناخي اثر على الجانب الاقتصادي والجانب البيئي. ثم زاد في المقابل ثم فاعلين محليين يقول لك اللي التغير المناخي هذا موضوع مش نتاعنا، موضوع مهوش في الخطوره اللي نشوفوها، موضوع مجرد طرف اعلامي لا اكثر. يعني من المهم انه نخدموا على بناء القدرات نتاع الفاعلين المحليين باش تكون عندهم على الاقل نسب وعي متقاربه، لانه التغيير الجذري يبدا انه مختلف الفاعلين وصناع القرار يكونوا على درايه بالتحديات المناخيه هذه. بطبيعه دور الاعلام البيئي لهنا مهم جدا، لانه الاعلام البيئي هو اللي يطرح التحديات هذه، يحاول يوصل الصوره كامله، لانه الفاعلين المحليين ثم كان اللي عنده التكوين الاكاديمي الكافي لفهم التحديات هذه، ثم اللي لا. دونك دور الاعلام هو ايصال يعني توضيح الصوره حول التحديات المناخيه اللي تواجه المجتمع المحلي. زاد مع السعي الى كما حكيت على صحافه الحلول، السعي الى ابراز الحلول، لانه الناس خلينا نكونوا واضحين انه نحن في بيئه متشائمه نوعا ما، باش نكونوا واضحين. يعني نحاول قدر الامكان انه في ظل التحديات هذه نحاول نطرح توصيات عن طريق اراء خبراء وذوي الاختصاص، نحاول نطرح توصيات ذوي الاختصاص، وايضا العمل على انشاء معناها مقاربه تشاركيه، الناس كل تكون عندها اقتراحات بناءه ويمدوا بها مثلا الصحفيين وغيرهم لنقلها في اطار يعني جذاب يسهل القارئ عمليه تحديد النواقص واحداث التغيير الايجابي في علاقه بالتغير المناخي. مشكور، يعطيك الصحة يا أشرف، هكا قربنا ربما للحل أكثر من أي وقت مضى. إذن هل ترى أن الصحفي يكون مبادر؟ صحيح فما مقاربة تشاركية، لكن هل ترى أن الصحفي ساعات ينجموش يكون مبادر، خاصة إذا كان يبدأ عنده سبق؟ مثلا حكينا على أنت حكيت على العمل الاستقصائي، مثلا أنت سيادتك اللي قمت به ينجمش يكون من خلال معناها تقاطعات تاع أخبار، معناها يعمل ديرو كوكما يكون هو المبادر قبل مثلا الفاعلين الاخرين، نجمش يكون هو فاعل مبادر؟ هذايا السؤال الهام. هو لهنا صحيح نجم يكون مبادر، يعني يشوف المستجدات وبناء على المستجدات هذيك يبدا منها كخبر رئيسي وينطلق منها لصياغه مقال. ولكن خلينا نكون واضحين، في اخر مثلا السنوات معظم التحديات المناخيه معروفه او هي نفسها في مختلف المناطق التونسيه، يعني في علاقه بنقص التساقطات، في علاقة بالتصحر مثلا في الجنوب التونسي، في علاقة بغياب وعي مناخي كافي لدى الفاعلين المحليين إلا في قليلة منهم. يعني تقريبا هي نفس التحديات، يعني نفس التحديات اللي تواجهنا. هذاك علاش من المهم التركيز بصفة عامة على المحاور الكبيرة هذه، الانتقال الطاقي زاد نجم نركزوا عليه، خاطر تم جهات عندها الموارد الطبيعيه الكافيه لاستغلال مواردها الطاقيه على امثل الوجه والتخلص من الوقود العقوري. هذاك علاش من المهم جدا انه نخدموا على المواضيع الكبرى. ولكن كما حكيت يعني في نفس الوقت بطبيعه اكيد فما اخبار جديده ممكن الانطلاق منها
نحو تغطية الموضوع من كافة جوانبه. يعني طبعا الإعلامي هو نقطة، هو دوره مهم في الجانب هذا، لكن طبعا يد واحدة ما تصفقش، لازم يكون هناك تكامل بين السلطة المحلية، بين الفاعلين المحليين ووسائل الإعلام وغيرها، خاصة أنه مثلا ثم دراسات قالت لي الخطاب البيئي بصفة عامة مش جذاب من حيث اللغة، لذا مهمتهم كبيرة في تبسيط المفاهيم وفي إعداد مقالات ودراسات ذات لغة جذابة تجذب القارئ وتخليه يتعامل بواقعية مع المحيط بتاعه. مشكور، يعطيك الصحة يا أشرف. هذا كله معناها مدون، وعند بالحق فرق بين التجربة الميدانية والتعاطي معناها الأفقي والتعاطي معناها من فوق مع الخبر البيئي المناخي. صحيح ذكرت حاجة هامة وهامة جدا، خاصة دعم قدرات الصحفي المحلي، وهذا ربما قد يؤثر في بقية الفاعلين. نحن نحكي اليوم على الصحفي تراشي، اللي الصحافي معناها محتاج الى لمواكبه الاحداث والتطورات، خاصه نحكي على جانب العلم اللي في معناها ثقافه الصحفي. هل انه مطالب باش يدعم قدراته تباعا، معناها ديما فما رسك لو متابعه للاحداث معناها تخليه معناها محتاج الى هو بيده انه يراجع معلوماته ويعمل تحليل للمعلومات نتاعه؟ بالطبيعة هو الإعلام البيئي قطاع متطور برشا، يعني من المهم أنه الإعلامي يواكب التطورات هذه من خلال المشاركة في دورات تكوينية في جوانب ذات صلة بالإعلام البيئي أو التواصل، وحتى في دراسة الظواهر الجديدة باش يكون الإعلامي أو الصحفي مواكب لأهم التغيرات البيئية سواء في محيطه المحلي الوطني أو العالمي، واللي بيستنعكس اساسا على جوده المقالات اللي يعدها. اعتقد انه التطور الصحفي مهم جدا باش يتطور الخطاب الاعلامي البيئي، لانه ما نجموش مثلا نكتبوا على نفس الطريقه ونعالج نفس القضايا منذ مثلا 2015 الى الان. يعني ثم برشا حاجات تبدلت، ثم برشا ظواهر برزت، ثم اساليب صحفيه ايضا تغيرت. يعني خلينا نكون واضحين انه ثم اساليب ولت هي كما الصحافة الاستقصائية ولت حديث الساعة ولت تجذب أكثر عدد كبير من المتابعين. من المهم أنه الصحفي يخمم أنه على الأقل في عدد من المقالات يكون يعمل مقالات استقصائية، لأنها تعمل بوليميك في الرأي العام وهي تحدث تغيير في تقبل الناس للقضايا هذه. ممكن نحكي على تجربة مثلا برنامج الحقائق الأربعة في علاقة بالنفايات الموردة من إيطاليا. يعني من المهم انه لانه العمل الاستقصائي يجذب عدد كبير من المتابعين، مع العمل كما حكيت على تطوير قدرات الصحفي وانه يحاول ينوع زوايا المقالات نتاعو اللي يجذب اكبر عدد من المتابعين نحو القضايا البيئيه. يعطيك الصحة سي أشرف، كنت قاعد تسمع فيها. هل أنه في علاقة، ونحن نحكي على المستوى المحلي، هل أنه العلاقة تراها، هل انتقال من المركزي إلى المحلي قاعد يصير بسلاسة؟ هل أنه التفاعل بين المحلي، نحكي على مستوى صحافي، وبين المركزي مثلا قاعد معناها يلقى في هك الانتقال السلس اللي حكيت عليه اليوم؟ نحن نحكي على ربما حكومة محلية، خاصة في الشأن المناخي البيئي في المطلق، ما بين المركزي وما بين المحلي، نحكي على مستوى إعلام على الأقل. هل ترى أنه السنتراليزاسيون أو مركزية الخبر في المستوى المركزي قاعدة تأثر أكثر في معناها من أي وقت مضى في المحلي؟ نعم، سامحني كان نخليو السؤال هذايا لأشرف اللي قايد وخليهم بعد يجاوب عليه. توا معانا مدام صبيحة باش تحكي معانا توا. ألو، السلام عليكم مدام صبيحة. مدام صبيحة، مدام صبيحة تسمع فينا؟ أنا نسمع فيك توا. السلام عليكم، مرحبا بك مدام صبيحة. صباح الخير توفيق، تسمع صوتي توفيق؟ نسمع فيك وبارك الله فيك. على اول حاجه مرحبا بكم الكل ومرحبا بتوفيق، واول حاجه نتاسف على التاخير لاننا في زياره لمدينه قفصه في دار متابعه برنامج التلقيح على المستوى الجهوي والمحلي.
حسين، وان شاء الله زياره موفقه. المهم ان معناها نجمنا نتصل بك مدام صبيحه، وانت المكلفه بالاتصال. ان شاء الله يكون اول لقاء بالهيئة في توفيق، وباذن الله ان شاء الله يكون عمل لقاء اخر مباشر ان شاء الله. نحن في وزاره معناها مع الممثله مكلفه بالاتصال. اسمع فيا الحاضرين الكلها، وقول لهم اول حاجه اللي في نسيت على البرنامج بتاع تغير المناخ المحلي، اللي هو برنامج ثري جدا، وهو يعني يدل على مؤثر الوعي على يعني على المستوى المحلي حول موضوع التغيرات المناخيه. انا في التوثيق حبيت نعطي عنوان للمداخله بتاعي، كيف يمكن للصحافي في المحلي ان يصبح جزء من الحل لتوقف التغير المناخي. نعم، كيف يصبح يعني الصحافي جزء من الحل لتصدي التغير المناخي؟ احنا نعرف ان تغير المناخ هو موضوع هام جدا على المستوى العالمي، على المستوى الوطني، وخاصة على المستوى المحلي. علاش هو موضوع عام؟ استجابة لاتفاقية باريس بشأن تغيير المناخ، وفي نفس الوقت الأهداف 13 للأمم المتحدة حول التغير المناخي. نعرف اللي هناك تأثيرات سلبية للتغير المناخ على البيئة وعلى الطبيعة، على غرار نقص المياه، نقص الغذاء، فقدان التنوع الإحيائي. يعني هي سلبيات واضحة جدا وتبين يعني التأثير السلبي للتغير المناخي. تسمع فيك توفيق واصل؟ نسمع فيك معاك، نسمع فيك واصل. بالنسبة نعرف اللي هناك العديد من الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع. أطراف متدخلة على المستوى الوطني أو الحاجة على المستوى العالمي من خلال الاتفاقية الدولية، على المستوى الوطني من خلال استراتيجية وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وخاصة نقطة الاتصال برنامج التغير المناخي في الوزارة اللي قاعدة تعمل في جهد ومجهود كبير برشا، اللي تحب تعمل تستقبل بين المستوى الدولي والمستوى الجهوي والمستوى المحلي عن طريق استراتيجيات وطنية. نعم، هذا الطرف الدولي اللي هو مثل الوزارة، لكن الطرف الدولي وحده لا يستطيع إيفاء الوعود، لا يستطيع. لذلك نجد اللي هناك أطراف متدخلة أخرى، مثلا الشباب، هناك المجتمع المدني، هناك شركة خاصة، وخاصة الصحفي. إيه نفس ركز على ذو الصحف المحلي. بالنسبة لي أنا وحتى تجربتي الخاصة في وزارة الشؤون المحلية، نقول اللي الصحف المحلي هو نقطة اتصال بين المستوى المحلي وبين المستوى الوطني. كيفاش يكون نقطة اتصال؟ على ثلاثة مستويات في توفيق. المستوى الأول الصحف المحلي دور في مجال التحديث والتوعية بأهمية موضوع تغير المناخ. الصحف لازم يكون عنده دراية كافية بموضوع تغير المناخ، باش هو يكون فاعل على المستوى المحلي ويفعل برامج التوعية والتحديث. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو التأثير على المسؤولين المحليين. كما نحكوا على التأثير على المسؤولين المحليين لانفليوز، الصحفي لازم يأكد ويبين التأثيرات السلبية للتغيير المناخي في المستوى المحلي. يعني تم الدجريد انفليوز على المسؤولين المحليين باش يحسوا بالمشاكل البيئية وفي نفس الوقت مشاكل تأثير التغير المناخي. وهناك مستوى ثالث وهو الأهم يا سي توفيق، دور الصحفي في جمع المعطيات والتحاليل على المستوى المحلي. لأن نعرف أي استراتيجية وطنية يجب إثراؤها بمعطيات على المستوى المحلي. من سيكون الفاعل على المستوى المحلي إضافة إلى الشباب الفاعل والمجتمع المدني، أعتبر أن الصحافي يمكن أن يكون مصدر فاعل لهذه المعطيات. أختي صبيحة تسمع فيا؟ نعم صديق. تسمع في وقت اللي تحكي على الصحافي يكون هو مصدر لجمع المعطيات، صحيح نجم، هل هو محتاج أكثر من المعطيات؟ هل أنه هذا بجهده الخاص أنه يبحث فيهم المعطيات هذوما، وإلا يلزم يلقاهم حاضرين إذا كان نعتبره أنه يكون مصدر المعطيات؟ الصحفي هو يحتاج المعطيات، لكن ربما صحافة الاقتصاد مكاننا النقطة دي ما بدينا نوضحها بوجه. هي المعطيات، هناك انواع من
هناك انواع عديده من المعطيات في توفيق. هاي هناك معطيات يمكن الحصول عليها من الوزاره، مثلا اهم استراتيجيات تستخدم فيها الوزاره، هي معطيات متوفره وموجوده، انا اعتبرها معطيات عامه، معطيات يعني دي كونيسونس تيوريك. معطيات تحليليه، معطيات تحليليه هي اعتبرها من دور الصحافي، يعني الصحافي يجب ان يسال عن المعطيات الدقيقه التحليليه. لدوني اناليتيك هذوما يحاول الصحافي من خلال شنو المعطيات الدقيقه، من خلال الحوارات مع المسؤولين، من خلال التغطيات الاعلاميه في صفه مثلا مشاكل بيئيه في الجهه، هو في خارج معطيات دقيقه. والمعطيات الدقيقه هذيك يتم توجيهها على المستوى الوطني لاسراء استراتيجيات. واضح. هذا حتى التدريب الخاصه اعتبر ان الصحفي يجب يكون يعني يجب يكون سوق دوني اناليتيك الوطني. اختي صبيحه، سؤال واحد اخر بربي، انت احكينا على المعطيات الخاصه، ولا هل انه النفاذ الى المعلومه مثلا في 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 وزاره البيئه، هل هي سهله بالنسبه للصحافي اللي يبحث على ارقام؟ نعرف الصحافي يحتاج برشا الارقام يعمل مقالات، هل انه هو سؤال معناه بديهي ما نحبوا نحكيه على المحلي نحن، هل انه الصحافي المحلي وقت اللي يلتجي باش ينجم يلقى المعطى المحلي في المركزي ولا لا؟ المعطى المحلي في المركزي الحقيقه الناس نعتبره معطى ناقص. ايوه معطى ناقص، بالعكس انا اقول زي غياب الاحصائيات المحليه على المستوى الوطني. وربما هنا يعني يمكن استئناف تجربه السلاسل في نفس الستاتستيك، الناس تكون معنا هي اكثر فاعل في برنامج التغير المناخي باش هي توفر المعطيات المحليه. نعم. يعني راح تقول لك المعطيات الاحصائيات الموجوده في نعم. هناك تقدير لنوعيه المعطى الدقيق حول البيئه. نعم. ونحكيو على المناخ، اذا كان نحكيو على المناخ معناه بالضبط المناخ هذا، باش تتصورش انه عمل كيما هذا، وانت حكيت على نقص المعلومه المحليه، نقص تصورش انه عمل كيما هذا دليل، هذا دليل العمل المناخي المحلي انجاز اخواتنا دونك امنه ووفاء، تتصورش انه ليش نكون ارضيه باش معناها يتبنى هذا، وهما عملوا تجربه تقليد في اربع بلديات باش يكون منطلق باش تتعمم التجربه هذه، وربما يسهل مهدوا الطريق ربما لي هو اختيار ذكي بطبيعه الحال، لكن فيه من الدقه حسب معناها تجربه الشباب، ونحن نعملوا برشا على الشباب باش يكون منطلق لعمل وطني يكون معام اكثر، وانت معناها سيادتك في المركزي. انا اعتبرها تجربه ناجحه، يعني اؤمن بالكونسيبت ثينك جلوبال اكت لوكال، يعني المستوى الوطني هو مسؤول عن الاستراتيجيات الوطنيه، على الاستراتيجيات، اما المستوى المحلي هو فيه لا كونكريتيزاسيون التجربه، لا كونكريتيزاسيون، ونصور ان التجربه المحليه هي قادره باش تاثر على التوجهات الاستراتيجيه في الوزاره. نعم. سامحني في توفيق انتيغاكسيون انتر لو نيفو ناسيونال اي لو نيفو لوكال، يغذي المحلي بالاستراتيجيات بالرؤيه بالفيزيون، والمستوى المحلي يغذي الاستراتيجيات الوطنيه بالمعطى الدقيق حول التغيرات المناخيه. باهي يعطيك الصحة، وهذا هي الحاجة التالية، نحن اليوم ما نجموش نحكيو على انتقال معناها المقاربات من مقاربة فوقية مسقطة إلى مقاربة تصاعدية، معناها تطلع من المحلي إلى في رسم الاستراتيجيات، وكنت تحكي هذا أنا اعتبارا بالأبروش تاع المعطيات الدقيقة، المركزية والوطنية والشأن المحلي، تجربة المناخ المحلي كتجربة ناجحة، بالعكس في توفيق، بالعكس انا نؤمن يعني كيش قلوا فيها من نيفو لوكالي نيفاسيونالي تعتبر تجربه ناجحه، واحنا ماشيين ماشي لا مركزيه على مستوى التنمويه، على مستوى التنموي الجهوي،
في نفس الوقت التنمية المحلية، في قوة التنمية المحلية ما هوش كالاقتصاد يا توفيق، التنمية المحلية عن ثلاث رواه كوش، كوش ايكونوميك، كوش انفيرومونتال، كوش سوسيال. يعني بالعكس الكوش انفيرومونتال على المستوى المحلي هي باش يكون عندها دور فعل في الاتجاهات الاقتصادية لكل جهة. سيدة صبيحة، ونختم الفرصة بوجودك أنت وحكيت عليها هالطبقات هذه متاع المحاور الكبيرة، وخلينا نحكيه على محور بيئي، نحكيه على محور مناخي، لأنه مثلا الدليل هذا هو دليل العمل المناخي، لأنه نحسه وصبيحة بكل وبكل معناه شفافية وكل موضوعية أنه العمل المناخي المحلي مازال ناقص. نحن معناها كنا كان عندنا غياب تام على وقع معناها التأثيرات التغيرات المناخية على المحليات، في حين أنه التصورات الكل وهالدليل هذايا هو يحكي حتى في الطوطأ نتاعو على الشيء هذايا، هل أنه معناها في المطلق المركزي باش يتوجه إلى إعطاء المحور المناخي حقه على مستوى محلي؟ نعم. أنا شاخد تجربة بروفوكال في محمد الزمل لنقطة اتصال بالتغيرات المناخية في فوروم شانجمون كليماتيك منتدى التغيرات المناخية، هي كتجربة أولى على مستوى الوزارة تجمع مختلف الأطراف على المستوى الوطني والمحلي كتجربة أولى في توفيق أعتبرها ناجحة، وأنا نتصور بعد القيم صوراتي يعني على بهذه التجربة يا أولاد. نعم باهي زي المشهد هذايا. ثم نختموا معاك بسؤال اخير، كيفاش تتصور انت والحل هذا، كيفاش تتصوروا معناها عمليا الحلول باش ربما نرتقيوا بواقع الصحافه المحليه المناخيه بين الضفرين؟ قلنا نحن نحكيوا على المحور المناخي اللي مازال التعاطي معاه ضعيف جدا على مستوى محلي، دور الصحافي في هذا كله كيفاش تراه وانت قلنا على راس الكوميونيكاسيون معناها الاتصال في وزاره الشؤون المحليه والبيئه؟ عن طريق ثلاثه حلول. نعم. الحل الاول هو تكوين شبكه الصحف المحلي في هذا المجال، شبكة ريزو نيفو لوكال تجمع كل الصحفيين المختصين في هذا المجال. ثانيا تشريك الصحف المحلي في الاجتماعات على المستوى الوطني، تشريكه لأنه الصحف المحلي يبدا نقص معطيات ولا نقص معلومات على المستوى الوطني ما ينجمش يكون فيه على المستوى المحلي. يعني ثم كيفاش يقول فيها لازم برنامج تكوين، برنامج دعم يعني دعم الصحفيين على المستوى المحلي من خلال الندوات من خلال اللقاءات، وهكذا ينجم يكون هو ينفعل. اما انا نؤمن بحاجه في توفيق احسن عمل الحقيقه واحسن خطه تكون ناجحه باش ندعموا فيها عمل الصحف المحلي هو شبكه الصحفيين المحليين في التغير المناخي، هو شبكه محليه مختصه بالاعلام المحلي حول التغير المناخي. هذا في المطلق توا، لكن امور عمليه كي نشوف اكثر عمليه باش نزيد نوضحوا اكثر عمليه تشريك الصحفيين، تشريك الصحفيين في الاجتماعات على المستوى الوطني، تكون اجتماعات على المستوى الوطني والمستوى الدولي، يعني في الوزاره كي نعملوا دي زاتيلي دو ريفليكسيون، كي نعملوا دي استراتيجي، لازم الصحفيين المحليين يكونوا متواجدين معنا باش يسرعوا الرؤيه نتاع الوزاره في هذا المجال. انا ربما مش نعطيك ربما مقترح قد تاخذ وراه معناه التشريك للتشريك معناه بالطريقه الكلاسيكيه، على خاطر معناه تتحدد مواضيعها مسبقا. نحن نحب نكتبوا الايه سيليكون انفيرس، نحب نطلعوا من فوق اللوطه معناها لو دانات، نقولوا اللي نسمعوا الصحفيين المحليين ونرسموا استراتيجياتنا من خلالهم، ناخذوا التجارب الناجحه كما تجربت انا وفاء في الميدان هذا ونحاولوا نطوروهم لانهم انطلقوا من واقع المحلي. ما ننظموش ندوة وطنية باش ربما نعاودوا نسقطوا حاجات ويوصلوا لهما، بل بالعكس تولي جلسات استماع أكثر منها وطرح أكثر منها معناها تحديد محاور. هذا شحب يقول لي هذه الطريقة الكلاسيكية. نعم توفيق سمح لي خاطر أنا ربما قاعدة نحكي الدربة شوية خاطر في سيارة والجو مش مليئة برشا، أما شو نقول أنا الحقيقة اللي مكتب الإعلام والاتصال منفتح على كل المبادرات، منفتح على كل يعني الاقتراحات، ونجموا من خلال الاجتماعات الويبينات كان ثم توصيات ولا ثم مقترحات، نجموا بعد نعملوا جلسة عمل
وهكاك لازم نعملوا حاجه تكون ابلو اكشنابل في المزايا. مشكوره جدا سيده صبيحه. انا يعني اجدد اعتذاري لاني قد في قفصه ويعني في سياره قاعده نتكلم. جدد شكري للحاضرين الكل وكل من شال الاستماع الجاي يكون استماع في المكتب الاعلام والاتصال ان شاء الله. مشكوره جدا السيده صبيحه الحمري مكلفه بالاتصال في وزاره الشؤون المحليه والبيئه على تاكيدك وحضورك، شكرا جزيلا لك. ربما نمشي للسيد محمد الهمامي. نعم هو مقدم برامج بشمس اف ام بإذاعة شمس اف ام، برنامج شمس ايكولو. اذا نوعيه او مقاربه اخرى للعمل في المجال البيئي المحلي. سي محمد من عرفش كان تسمع فيا، مرحبا بك. اهلا وسهلا استفيق. مرحبا بك، مرحبا بك زميل في العمل. باش نخليك بعجاله تقدم روحك وثم ننتقلوا الى عديد. انا حضرت لك شويه اسئله ربما توجيهيه باش نحاولوا ربما نحطوا في الاطار. تسمع فيا بالكدا سي محمد؟ نسمع فيك بالكدا، مرحبا بك. باهي هذا دونك حبيت نعطيك بعض من اسئله بدءا بسؤال الاول. هل تعتقد ان التاثير الخبر من خلال المنبر اللي تعتليه انت ونقطه الاذاعه نتاعك على المستوى المحلي هو نفسه التاثير او الوقع على المستوى الوطني، معناه التفاعل معه ما تحسه محليا؟ هذا السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ما هو موقعك في خريطه الفاعلين؟ اذا كان نعتبر ان الصحفي اليوم فاعل في الواقع نتاعو، هل تعتبر ان الموقع نتاعك اليوم معناها إلسي معناها يتناسب مع ما تقوم به ومع اهدافك؟ ثم الهدف الثالث، هل يشمل دعم قدرات الصحفيين اليوم جزء من الحل، الصحفيين خاصه في المناخ على المستوى المحلي، دعم القدرات هل هو اليوم حل من حلول باش ننهضوا بقطاع الصحافه المحليه بين الفريق المناخيه؟ ما عادش نعمل بيئيا، نحن مربوطين ربما باطار عام، وهذوما الاسئله العامه. نخلي لك الكلمه سي محمد. واضح، شكرا لك سي توفيق، شكرا على الاستضافه. نبدا سي عجوز، نعرف روحي محمد همين، على باز ان انجينير افرماتيك، مهندس اعلاميه ومنشط ومقدم برامج في اذاعه الشمس اف ام. التجربه الاولى بدات في تنشيط وفي تقديم البرامج هي الشمس ايكولو. نبدا بالسؤال الاولاني، اسكو اليوم التاثير محليا اكثر والا على الجانب الوطني هكا ولا سي توفيق؟ اي صحيح بالضبط. هنا اللي لاحظت وانا تيلت اكثر من يمكن عام نأخذ المشاكل البيئية اليوم اللي يتفاعلوا معك هما أولاد المنطقة، وهذا سيتوتا في نورمال سيتوتا في لوجيك. اليوم كي نحكيه مثلا نأخذ مثال بحر حمام الشط، اللي بشي يتفاعلوا معك أكثر هما أبناء حمام الشط، على خط ولا على الأقل المناطق اللي دايرة بحمام الشط، برج سدرية، رادس، البونيو سود، كلهم باش يتفاعلوا اكثر على خاطر هما اللي يحسوا المشكل. اليوم كي تحكي مثلا تحكي على مشكل بحر مسخ، ينجم يقول لك واحد في بلاصه اخرى ما يحسهاش ياسر، على خاطر البحر اللي بحذاه لابس عليه، ويمكن وقت يحس به وقت يبدا عنده نفس المشكل بحذاها. ما سينو اكثر العباد اللي تتفاعل معنا هي محليين، وهذا أغمى دوبل ترونشون، سي لاحظوا حدين. باهيك اليوم العباد في اللوكاليتي نتاعها تفهم وتحاول سانتيغيس أكثر للمشكل نتاعها وتعطي حلول، على خاطر أنا ديما إذا كنا نحكيو في إطار اللامركزية والحوكمة المحلية، أهل مكة أدرى بشعابها، وقت اللي العباد في المنطقة ذيك يعرفوا المشكل وهم اللي باش يعطيو الحل. ما تنجمش اليوم مشكل في حمام الشط ولا في إكس ولا في جريك، جينيرالمون اولاد المنطقه ذيك هما اللي لازم يعطيو الحل، خاطر هما اول المتضررين. اما لازم زاد يمشي معاه ان ابوي ولا دعم وطني، دعم وكسوا من المجتمع المدني في بقيه الجهات، وزاد فما سياسه دوليه اللي لازمها تعاون الجهه ذيك كتكريس لمبدا اللامركزيه. صحيح كل منطقه نوعا ما مستقلة نوعا ما بذاتها، ولكن لازم تكون فما استراتيجية وطنية كاملة باش تجابه المشاكل، خاطر المشكلة كيما تنجم تجي في بلاصة تنجم
تعاود وتجي في بلايص ومناطق اخرى. هذا سؤالك الاولاني، ما نعرفش اذا كان جاوبت عليه كيما النقاط اللي حبيت اطرحها الكل ولا فما توضيحات. لا لا اكيد اكيد، معناها نجم نواصلوا، لكن فما اسئله هي معناها طرحت حتى على بقيه ربما المشاركين، هي اسئله افقيه معناها تم الناس الكل باش نجيوها بشويه بشويه، لانه ربما هي اسئله قلنا افقيه بدءا كما قلت انت. الواقع نتاع العمل الصحفي كما قلنا على المستوى المحلي او على المستوى الوطني، كذلك يرجع الى باش ننتقلوا بعد به للسؤال الثاني، يرجع الى قدرة الصحفي معناها وتعبئته وتمكنه من الموضوع على معناها التأخير أكثر. مثال وقت اللي يبدأ الصحفي عنده النفاذ إلى المعلومة، عنده أرقام باش ينجم يقدم، باش ينجم يقارن ما قبل وما بعد، تحسوا هام هدايا في تكوين الصحفي. هو راهو مش تحسوا هام، هو اللي لازم يكون موجود هنا. نعم. فما نقاط بالنسبة لي أنا ما لازمناش نتناقشوا على اهميتها، لازم نتناقشوا على وجودها، لازمها تكون موجوده، وهذا اللي ماهوش موجود، واللي مش موجود اليوم ماهوش اختار على الصحفي ولا على مقدم البرامج ولا على المجتمع المدني وكهو، على خاطر كي نحكيوا على معلومات، نحكيوا على ارقام، نحكيوا على بيانات دي دوني، اليوم يهم حتى مش كان الصحفي بركة ولا مجتمع المدني، يهم حتى الباحث العلمي، يهم حتى الشيرشور. اليوم استراتيجية الدولة ما تنجمش تحل المشكل وانت ما تنجمش تحلو، كيفاش تحلو اليوم؟ تحلو بالبيانات وبالأرقام اللي لازمها تكون موجودة. هذا اللي لاحظته أنا في جميع الانترفيو اللي إذا كان يدخل معايا شكون من البلديات، من الدولة، من الأقل، من وزارة البيئة، أول سؤال نسأله اليوم هل إنه عنا أرقام محينة؟ هل إنه عنا بيانات محينة؟ ما يرزمو يقول لي قبيلة كنت نسمع، سمحني دخلت في الوسط ما كتبتش الاسم، قالت لازم اليوم ليناس تعاونا ياسر، المعهد الوطني الأحصاء لازم يكون هو اليوم البوابة اللي كي نمشي وندخلوا للبورتاي دي كان نلقاو لي دوني. علاش نحكي كيا سي توفيق؟ كما قلت لك انا ابار كمقدم برامج، انا خدمتي في الانجنيور انفورماتيك هو داتا اناليست، دونك جاناليز لي دوني اليوم، نحلل الارقام. كي ما يبداش عندنا ارقام، كي ما يبداش عندنا البيانات هذيا، ما نجموش حتى نفهموا المشكل، ما نجموش نعرف المشكل، ما نجموش نستقوا المشكل اللي بيش يصير، على خاطر اليوم الكلنا متأكدين في أي مجال من المجالات، خاصة مجال اللي نحكيه على المناخ، اليوم إذا كان ما نستبقوش المشكلة وإلا الكارثة اللي بيش تصير، مالوريزمون في تونس قلنا با لي مويان، وما عندناش الانفراستركتور باش من بعد نجيبها، وهذا هو المشكل. ديما نرجع ونقول لك راهو اليوم أكبر حكاية من أهمية الأرقام، نحكيه اليوم على وجودها فرضية ولا بلوتو لازم اوبليغاسيون، ني دون لوبليغاسيون، باش كي ندخلوا للي ان اس كي نكلموا الجهات المعنيه نلقاو الارقام نلقاو البيانات، باش الصحفي نجم يخدم خدمته، المجتمع المدني نجم يخدم خدمته، وكيف كيف الباحثين العلميين نجموا يخدموا خدمتهم. يعطيك الصحة سي محمد بالكلام هذا كله، وان نستشرف انا وحبيت نحل قوسين وهي زاد بحكم تجربتي، علاش نحن ديما نستناو لانستيتيو ناسيونال معهد الاحصاء الوطني هو اللي معناها ستاتيستيك تونيزي هو اللي توصل له المعلومات وهو بعد يعاود يوصلها، علاش مش كل وزاره خاصه في الشان البيئي نحكي والمناخي هي تبدا عندها سيرفيس تاع ستاتيستيك نتاعها، وكيكا ربما تصير سهوله في ما نعرفش شنو رايك انت كصحفي وقت اللي تنفذ المعلومه. وهنا طرحناها سؤال على السي الشيباني وطرحناها على مدام صبيحه الحمري في النفاذ للمعلومه ووجودها خاصه من عدم وجود. هنا زاد يحل باب اخر، كل شيء مربوط ببعضه سي توفيق. اليوم هنا سؤالك مهم جدا، علاش اليوم مش المعهد الاحصاء هو اللي يمشي يجيب الانفورماسيون، ما يكونش هو لو بوان فوكال، ما يكونش هو بلوتو لوريلي؟ حاجة ممتازة جدا، أما اليوم هناك اللي تمشي تاخذ المعلومة ولا باش تاخذ الرقم إذا كان محين، باش يكون لك شي حاجة ورقية، باش تكون حاجة أرشيفي، وهذا اليوم المشكل وهذا اللي عطل إنه الياناس ما تنجمش تخدم. اليوم إذا كان نحكيه على طيلة 50 و60 سنة أرشيفاج، اليوم لازم تكون استراتيجية إنه راهم لازم الرقم نو الأوراق هذيك، باش من بعد تكون الأرقام محينة
ويكون عتيل انه ليها ناس نجم تخدم وتكون عندها تعمل حتى دي زوتوماتيزم نتاع اكتواليزياسيون نتاع دوني. دونك هذا هو هذا هو اللي راه المشكل. معناها اليوم كي باش تمشي انت تطلب معلومه وما يلوجوا لك عليها هما ما يجاوبوك بعد راه قداش الا ما ديجا المعلومه هذيك ما عادش تنفعك وما عادش هي المعلومه اللي حاجتك بها مالوريزمون. شكرا سي محمد. معناها سؤال اول هام ربما المحوري واللي ربما في قلب المحور نتاعنا اليوم موقعك في خريطه الفاعلين المحليين. اليوم تحس روحك انت بتموقع في علاقه بالمحلي نتاعك اذا كان معناها في الموقع نتاعك في بلديتك في المجتمع المدني اللي حولك بالمواطن اللي حولك، شنو موقعك بالضبط وهل المعلومه متوفره محليا ولا لا، وشنو هو دورك انت باش توجدها المعلومه هذه، واذا كان ناقصه كيف تدفع لها، وين هم المواضيع خاصه في علاقه بالمناخ. نحكيه على موضوع اليوم العمل المناخي المحلي، هاو التقريب حطيتك في الكادر جنرال او الاطار العام. السؤال الثالث بالنسبه باش نحكي مثلا على الاطار المحلي اللي انا فيه في بلديتي اللي نسكن فيها. اليوم نحاول كل ما مثلا نحاول نتصل برئاسه البلديه ولا بالجهات المعنيه في في في, في الجهه اللي نسكن فيها ديما نفس المشكل. اوكي فما الاراده انه يحب يعطيك المعلومات يحب يقدم معاك على خاطر اليوم فما حاجه زاده لازم نقولها، فما بلديات تحب تخدم، فما بلديات تقترح، فما بلديات واعيه بمشكل المناخ. ما اليوم مانيش نحكيو كيستيون دو مويان، نحكيو كيستيون سؤال نتاع شنو هو المشكل. مازالت البلديات ماهيش فاهمه المشكل كيما يلزم، تحاول تفسر لهم، تحاول توصل، تحاول تكون انا مثلا نجم ما نكونش ياسر اكسبيرت دون لا ماتير، ما نحاول نحطهم اولا شو مع عباد تفهم. ديما فما اكل نسميها انا اكل جاب، اكل العباد مازالت ماهيش اوكي واعيه بالمشكل، مازالت بين انك واعي به وانك تتعدل الاكسيون مازلنا فك الفجوه هذيك بينات زوز مراحل هذو. هالفجوه هذه تراها لانه محور المناخ مازال معناها ما فداش حظه كمحور افقي، قلنا ونعاودوا نركزوا عليه هذه على مستوى محلي ديما توا قلنا على مستوى محلي. وهل انه مثال وانت صحفي مختص تعتبر مثلا هل الكتاب هذا هل دليل هذا دليل العمل المناخي المحلي هو اليه من اليات الحل على للعمل المحلي، ولا يطرحه حتى على مستوى مركزي في علاقه بالصحفي بطل يلقى ماده كما هذه مرجعيه ريفيرنس باش تاثر على العمل المحلي نجم يخدم عليها ما يجمش يخدم عليها. هل تعتبرها معناها اضافه للصحفي في معناها مسيرته على الاقل المحليه وفي اضافته المحليه؟ بالضبط. احنا بالنسبه للكتيب هذاك حتى كنا حكينا عليه وبريزونتيناه في شمس كلو كان مرجع كريفيرون على خاطر اليوم على الاقل عندنا اكل كتيب اكل المرجعيه اللي نجمو نرجعوا لها. صحيح يمكن ما تنجمش تكون شامله وكامله باش تاخذ جميع المشاكل وجميع النقاط في المشكل المشاكل المناخيه في الاطار في المحلي، لكن على الاقل هي مبادره حاجه ممتازه. اليوم عندنا اكل سميها انا ديما الفيرست ستيب، عندنا الخطوه الاولى اللي نجمو نبداو بها نكملوا بها المشوار. علاش لا بعد يكونوا عندنا حاجات اخرين دي ريفيرون كبار نجموا اليوم يكونوا بالنسبه للصحفي وبالنسبه حتى للبقيه نجموا يرجعوا لها باش ينجموا يقترحوا وينجموا يفهموا المشكل. نعم يعطيك الصحه. حكيت على قيمه النواه قيمه المبادره، هذه مبادره ما نجمو كان معناها نثنيو عليها. ثم انت من خلال العمل هذا اليوم واستشرافك ل معناها الواقع المحلي في التعاطي مع المحور المناخي تراش اللي معناها مازال لنا شوط كبير لكن البناء بدا يوسع. شوط كبير معناها باش نعطيو فكره على الواقع نتاعنا، هل التعاطي مع المواضيع البيئيه هل العمل المناخي اليوم لاقي حظه؟ وهذا سؤال نشده حتى على المركزي على المستوى المحلي في اهتمام المواطن. كيفاش تعرف هذا؟ نعطيك مقياس وحيد حتى من خلال تجربتي. هل رد الصدى اللي يجيك من المواطن او يجيك من المؤسسه او اللي يجيك معناها تحسه في وقعه الفريكونس نتاعو هامه ولا معناها هامه كبيره ماهيش كبيره في التعاطي مع الخبر البيئي ومع التعاطي المناخي اللي نحكيه؟ هو هنا باش نجاوبك على زوج مراحل. نعم. توفيق عليك على خاطر مثال شنو نحاولوا نخزروا حتى نص الكاس المليان. باش نقول لك راهو فما
وقع كبير لا، لكن فما اهتمام بدات العباد تسمع، بدات تمد اذنها، ولات يمكن نحكيو على المناخ ونحكيو على المشاكل البيئيه، ولات كمان تمد اذنها وتسمع. قبل مالوروزمون لا، يمكن علاش احنا حتى ديما نقولوها، على خاطر يمكن مشاكل المناخ ما تنجم ما تحس بها وما تحكي على نحكيو على كارثه الا من بعد سنين وعقود. وهذا اليوم اللي يخلي يمكن المواطن التونسي ماهوش ياسر مهتم بالشأن البيئي وإلا بشأن المناخ. الخسر يقول لك أنا اليوم عندي مشاكل اللي نعيش فيها اليوم الانستانتي اليوم وغدوة وبعد غدوة، هذوما هما المشاكل اللي ماذا بيا نحلهم. باركونتر مشاكل المناخ مشاكل ما زلت بعيدة وما زلت ما نيش قاعد نحس بها، ويمكن حتى أولادي هما اللي بش يعيشوا ولا بش يلقاو المشاكل ذيك، وإذا غلط اليوم هذين نحب نوصله راهو صحيح. يمكن أنت حتى ولو معاش الجمعة الأسبوع هذايا كنا شهدنا رقم قياسي ما شهدتوش تونس طيلة 60 سنة في ارتفاع نسبة الحرارة. اليوم إذا كان نحكيه هذوما دي شيفر ألارمون، هذوما اللي نسميهم احنا الحاجات اللي ليزانديكاتور اللي لازم نقفوا ونقولوا راهو مؤشرات بالضبط، نقولوا راهو إذا كان اليوم قاعدين نوصلوا الأرقام قياسية فما بالك القدام وقت المشاكل الأخرى باش تولي تعطي مفعولها. دونك هاني قلت لك على زوج مراحل، فما الاهتمام، فما العباد بدات تسمع بدات تعطيك اذنها، اما ماهوش اهتمام كامل، ماهوش اهتمام هو اهتمام نسبي ما ينجمش يعطيك الاهتمام بكله على خاطر يقول لك عندي برشا مشاكل اخرى. وهنا بجوز باش نربط بدراسه كانت عملتها منظمه الشبول اللي وقت مشاو سالوا التوانسه وقت حكيها لنا نضال، قال سألوا التوانسه شنو هي اليوم البريوريتي نتاعك كمواطن تونسي، تلقى يمكن المجال البيئي من اخر الاهتمامات نتاع المواطن التونسي. باركونتر كي تسالوا شنو هي مشاكلك يا مواطن، يحط لك المشاكل البيئيه نتاع التلوث نتاع تغير المناخ هي من اول المشاكل. وهنا سي ان بو بارادوكسال، هذا التناقض بين الاهتمام نتاع التونسي وبين المشاكل اللي يعاني منها التونسي. مشكور جدا، وهذا ما جرنا سيد محمد ماما باش نخدم معك بالسؤال هذا. دورك إذن أنت والواقع هذا كنت تشخص فيه الواقع هذا على الاهتمام على التعامل على التعاطي، كيفاش ترى الحل، كيف يكمن الحل باش يكون دورك فعال أنت في المستقبل بناء على ما تقدمت به من تحليل الواقع؟ اليوم باش نربط بالإجابة نتاع السؤال اللي قبله، اللي هو بما أنه اليوم التوانسة مازال عندهم مشاكل اللي يعانيوا فيها، وهذا راه بالنسبة لنا سي توتا في ليجيتيم، على خاطر ما تنجمش تمشي الإنسان ملقاش، مش قاعد نلقى في مبررات، ما على الأقل نحاول إني نتفهم شوي. اليوم ما تجبش تمشي الإنسان عنده مشاكل اقتصادية وصحية تحكي معها على المجال البيئي وإن عنده علاقة كبيرة. يمكن نحكي على البيئة، نحكي على الصحة، على الاجتماع، على الاقتصاد، لكن يمكن باش تعاني المشاكل اللي اليوم قاعدة متسببين فيها احنا والأجيال اللي الصغير. كي نحكي على الأجيال القادمة مش نحكي على العشرين والخمسة عشر سنة، نحكي على الوليدات اللي في المكتب اللي سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة، يزينا من أنه يزرعوا أكل فولة يقعدوا يسقيوها عام كامل، يزينا من أنه نمشي نوريهم هذه شجرة نغرسها وهذه شجرة نزرعها، هذا مهم. لكن الأهم اليوم لازم في الـ الـ في الـ في الـ في الـ في البيداغوجيا نتاعنا في 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 التربية في كل ما هو عنده علاقة بالتربية والإطار متاع المدرسة والكوليج وغيره، لازم أذي اليوم يكون موجود في الكوتيديان بتاعهم، ما هوش فولة نزرعها ولا بصلة نزرعها مرة وإن كانت مهمة. وبعد نرجع نحكيه على حاجات أخرى. نعم، إذا الصحفي مطالب سي محمد ونحن بنخدم معك توا باش يكون معناها أكثر معناها واقعية وأكثر معناها تأكيد على معناها الانسيستي على المواضيع ربما اللي تهم المواطن صحيح، لكن ربما هو ما يعطيهاش قيمة. كذلك زاد دور المواطن هو التحسيس، دور الصحفي زاد تحسيسي في غياب مواقع التحسيس أو منارات التحسيس.
معناها أخرى، خاصة وأنه الاختصاص بتاعنا قليل وقليل جدا والتعاطي مع الشأن المناخي، نحكي خاصة مع التغيرات المناخية. أنت حكيت على أول امبارح ضحية من ضحايا إذا ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب كان راعي من الرعاة، وهذا مؤشر كما قلت أنت مؤشر اختير برشا سي محمد الهمامي، مشكور جدا، وأنت شكرا مقدم برنامج شمس إيكولوجي على شمس أفام على مشاركتك، شكرا جزيلا لك. خلي أظن شكرا أنه شكرا للقاء. سيد أشرف، سيد أشرف حياتي. تسمع فيا سي أشرف؟ مرحبا بك مرة أخرى، رجعنا لك. والله ما عرفش كنت في المتابعة أنت، وحبينا ربما ناخذ رأيك بعجالة بعجالة في مثلا ما قالته السيدة صبيحة المكلفة بالإعلام بوزارة الشؤون المحلية بالاتصال بوزارة الشؤون المحلية والبيئة. نسمع رأيك سي أشرف. الحقيقة تابعت المداخلة نتاع مدام صالح، مدام صبيحة 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 والله هو صحيح، هو فما توجه عام من وزارة كما حكيت وزارة البيئة والشؤون المحلية، الانفتاح نحو الصحفيين البيئيين والكل في مختلف المناطق، لكن كما حكيت وكما ذكر سي محمد مشكلة زادة النفاذ للمعلومة، ممكن ما عدناش إحصاءات محينة على الوضع البيئي والمناخي في مختلف الجهات، هذه حاجة يعني صعب مأمورية الصحفيين البيئيين والكل، يعني ديما ما عدناش معطيات محينة، ديما كي نحكوا على أي إحصائية نرجع ل 2016 و 2015 والكل ما عدناش حاجة في كل منطقة، واللي زاد أصلاً تتعقد تخلي حتى وقت إعداد المواد الإعلامية يتأخر شوي، لأنه مثلاً إذا تحب في وضع حالي نحكوا على التغيرات على ارتفاع درجات الحرارة مثلاً، أوكي ممكن نشوفوا على نقارنوها في آخر 50 سنة ولا حاجة حكاية اللي نسبة قياسية، لكن ممكن في مواضيع أخرى ما عدناش نفس الرفاهية اللي يسبب الانتقال الطاقي مثلاً، التغيرات المناخية ما عدناش إحصاءات محينة في مختلف الجهات، واللي شيء هذا يأثر ممكن ويسبب تحدي للصحفيين البيئيين. قبل المداخلة نتاع مدام صبيحة سألتني زادة على هل إنه التمشي نحو اللامركزية من 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 يعني من المركز للجهات داخل الجمهورية، هل إنه تمشي سلس؟ بصفة عامة نجم نكونوا اللي فما طفرة أو نقلة نوعية في الإعلام المحلي، يعني في الجهات فما عدة منصات إعلامية يعني تغطي الوضع المحلي في مختلف جهات الجمهورية، لكن بصفة عامة في علاقة بالأحداث الاقتصادية والاجتماعية والرياضية في الجانب البيئي الحقيقة ما عدناش نفس التطور، يعني فقط في مناسبات نادرة يقع تغطير المواضيع هذه، إلا إذا كان فما مثلا احتجاجات مثلاً على نقص الأعلاف، نقص المياه، نقص حاجة، لكن بصفة عامة التطور في الجانب البيئي نقص شوية في المناطق الداخلية، كما حكيت لأنه مربوط بتمشي عام، إنه الإعلام البيئي مش يأخذ حظ الدرجة كافية، ثم كما حكينا مبادرات فردية تقوم بها منظمات مجتمع مدني وتقوم بها وسائل الإعلام، لكن ما همش توجه عام للدولة التونسية. بارك الله فيك سيد أشرف على هالتوضيحات الكل، هكا لمتابعينا الكل نكونوا تواصلنا مع كل المتدخلين. كان معنا السيد أشرف الشيباني اتصالي أو مختص في الاتصال المناخي، سيد محمد الهمامي هو مقدم برامج بإذاعة شمس أفام، والسيدة صبيحة الحمري مكلفة بالاتصال بوزارة الشؤون المحلية والبيئة. نجم باش نعطي الحين الكلمة إلى منسقة البرنامج ثم إشارة إلى معناها بعض من السؤالات اللي جاءت تباعا متتبعينا، بدءاً باش نبداو بالسيدة روضة المسعودي، دور الإعلام قالت هو ربما الملاحظة دي هو نصف العمل، دور الإعلام هو نصف العمل، كذلك روضة المسعودي. السيد أشرف، السيد أشرف ربما سؤال موجه له، هل وقع التطرق لتأثير مجال التبريد في التغيرات المناخية، مجال التبريد؟
روضة نعرفوها هي رئيسة الجمعية التونسية للتبريد والتكييف. وهو سؤال موجه لك سي أشرف، هل وقع التطرق إلى مجال التبريد والانطلاق نفس روضة؟ هل الانطلاق من المحلي أنجع لأن كل جهة لها خصوصيتها والحلول المناسبة لها؟ هذا ايش قالت أختنا روضة المسعودي رئيس الجمعية التونسية للتبريد والتكييف. سؤال موجه لك يا أشرف، ما نعرفش كان سمعتني أشرف. أوكي أي نسمع فيك أي طن جواب. باش نبدأ من النقطة الثانية، هو الانطلاق من المحلي بطبيعة يكون أنجع، لأنه كما ذكرت سابقا كل منطقة جغرافية في تونس عندها تحدياتها المناخية التي تتميز بها مقارنة بمناطق أخرى. الأكيد أنه عندنا فما تحديات مشتركة فيما نقص المياه وغيرها، لكن الأكيد أنه كل منطقة تحديات مخصوصة في علاقة بالجانب البيئي، والأكيد أنه ممكن نجمو نجربوا حلول نبدوها في منطقة وتنجح نجمو تكون من أفضل الممارسات ونطبقوها في مناطق أخرى. في علاقة بمجال التبريد، أنه يعني وقع الإشارة للموضوع هذا، المشكل في أنه في علاقة بالجهات الداخلية فما برشة مواضيع اللي تظهر مثالية لكن عندها تكلفة اقتصادية كبيرة، كما التبريد وكما تحلية مياه البحر. يعني فما مواضيع يعني ممكن على الورق نجم نحكو على أنه كيفاش نخفضوا درجات الحرارة والكل، لكن الطرق الموجودة حاليا في تونس يعني هي الطرق يعني في علاقة بالتكلفة الاقتصادية نتاعها مناسبة، لكن ممكن نستحقوا أنه تستحق ميزانية أكبر من الموجودة حالياً. ثم مثلاً في علاقة بانقطاع المياه، يعني ثم نقص في 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 الصيانة في 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 السونات، ثم هناك مشاكل اقتصادية كبيرة هي اللي تخلي أي تغيير إيجابي نحو مثلاً تحلية مياه البحر أو ضمان إمدادات كافية بالمياه يعني ما هيش كافية، لأنه الميزانية المرصودة يعني محدودة. هذاك علاش الدولة تتوجه أكثر نحو دعوة المواطنين لترشيد الاستهلاك وغيرها. في علاقة بالتبريد، الحقيقة ما تمش ممارسات أثبتت نجاحها، أو على الأقل ما جربوهاش، أن تكلفتها غالية جدا. ممكن في المستقبل في وضع اقتصادي أفضل النجم نشوفوا الحلول ذات الصلة بالتبريد في علاقة بتغيرات المناخية، لأنه للأمانة هي حلول مكلفة والدولة التونسية مش قادرة على تنفيذها. إن شاء الله تكون هذه إجابة مقنعة لتسألك. يعطيك الصحة سي أشرف، ربما حتى من خلال تجربتي الخاصة روضة المسعودي هاو مازالت تواصل معنا، إذا كان صحفي اختصاص عليه متابعة الشأن العالمي والوطني والمحلي ويمكنه معناها استفزاز المسؤولين بمقالات وتساؤلات، معلش هذا سؤال متوجه ما دامك معنا سي أشرف، ولا ما نعرفش كان ها؟ مش مشكلة. هو الحقيقة مش حكاية استفزاز. استفزاز كلمة ربما قد تخدم. هو لهنا خلينا نكون واضحين، يعني المسؤولين المحليين يعني في الغالب يعني ما عندهم السلطة كبيرة يعني في إحداث تغيير. نحن في دولة ما زالت فما مركزية في صناعة القرار وأيضا في مركزية في التنفيذ يعني، لكن ممكن نحاولوا أن يكونوا المسؤولين المحليين في صفنا أن يكونوا مقتنعين بأهمية بعض الإجراءات في علاقة بالتغير المناخي واللي نجموا يوصوا بها صناع القرار في بلادنا، طبعا في حدود الميزانيات المرصودة، لأنه يلزم الحلول تكون واقعية وتتماشى مع الميزانيات المرصودة في الجانب هذا. يعني يلزم تكون طلبات واقعية وتكون زادة يعني تكون عندها تأثير مستدام على التغير المناخي في المناطق نتاعنا. مشكور سي أشرف على إجابتك. ربما الجانب التبريد ومحور التبريد هو ربما صحيح محور يتعلق بالتغيرات المناخية، مرتبط بالتغيرات خاصة بانبعاث الغازات CFC اللي قاعدين نحاولوا نبدو فيهم اتفاقية أو بروتوكول موريال إلى ربما تعديل كيغالي. هذا هام برشا، حتى السوق في مذبيه يطلع على المواضيع هذه من قرب، لأنه هام برشا وأنه التعاطي مع مجال التبريد ومن المزنك تعديل اليوم العالمي التبريد يكون زادة من المعطيات الهامة اللي الصحفي المحلي في التعاطي مع الخبر أو التطورات المتعلقة بالتغيرات المناخية
محلية. مشكور جدا مرة أخرى سي أشرف الشيباني على مداخلتك على إجابتك، إن شاء الله الإجابات كانوا معناها شافين كافين. خليني باش نختم، قبل ما نختم نعطي الكلمة للسيدة آمنة فوراتي منسقة مشروع العمل المناخي المحلي، وكلمة لاختتام آخر ويبينار. شكرا سي توفيق. حبيت في الختام نشكر المتدخلين اللي كانوا معنا، نحب نشكر أشرف الشيباني، نحب نشكر مدام صبيحة ومحمد الهمامي على مداخلاتهم المهمة بارابور للتيماتيك هذه اللي بدأتها أول مرة نطرقوا لها ونطرقوا الأهمية بتاعها، على خاطر كما نعرفوا كي نحبوا نحكيوا على العمل المناخي ما نجموش نقصيو الصحافه المحليه باعتبار الدور الاساسي اللي نجموا يلعبوه. دونك نحن اليوم حطينا سلطنا ضوء على برشا برشا نقاط مهمه، واللي اهم حاجه ترقولها المتدخلين ثلاثه اللي هو المعلومه على المستوى المحلي وكيفاش يتم التواصل بين المحلي والمركزي، اللي هي بدات تخلينا نخمو في طريقه الكوردينياسيون بين سكي ناسيونال ولوكال. هذه نقطه مهمه برشا، ان شاء الله نكونوا فدناكم سواء بالويبينار هذا ولا بالسلسله الكل اللي بديناها من نهار الاثنين. الحاجه هذه في الويبينار ولا بتدخل الدرس اللي عطتونا الكورونا اللي ولنا نستعملوا برشا حاجات اللي هما اون لين، دونك الحاجه هذه اللي الويبينار هذا باش يقعد موجود على صفحه الفيسبوك نتاعنا اللي هي لوكال كلايمت اكشن، باش الصحفيين اللي بتدخل ما نجموش يتبعونا اليوم ولا لي اكتيفيست ما نجموش يتبعونا اليوم بالالتزامات نتاعهم نجموا يرجعوا للسلسله هذه ويلقاوها على الفيسبوك، وكيكا تعمل فايده على الجميع. في الاخر حبيت نجدد شكري اللي تابعونا الكل، شكرا على الاسئله اللي طرحوهم وعلى المقترحات اللي قدموهم سواء اليوم ولا في الايامات اللي تعدوا الكل. حبيت نشكر سي توفيق بن عبد الله على تيسيره الحوار في الاربعه لي كاتر ويبينار اللي تعدوا. نشكر زاده وفاء اللي هي تبعتنا على المستوى التقني، حاولت تتبع معنا لا كورديناسيون تكنيك بالنسبه للثاني ويبينار. نقول لكم تابعونا على صفحة الفيسبوك، دونك نبداو نقدموا في مراحل تنفيذ المشروع اللي هما تويكا بعد الثاني ويبينار، باش نبداو ورشات تعزيز القدرات. الحقيقه هما كانوا بريفيو باش نبداوهم من شهر من الجمعه الجايه، مي فيو لي كونديسيون تاع الكورونا اجلناهم شويه حتى لين تهدى شويه الاوضاع، خاطر به انا نحكيو على العمل المناخي، لكن زاد لازمنا نحاولوا نحترموا البروتوكول الصحي ونيفيت معناها التجمعات باش ما يكون فما حتى ريسك على مختلف المشاركين. شكرا لكم وملتقانا ان شاء الله في انشطه قادمه على في مشروع العمل المناخي المحلي. شكرا. تمام. شكرا.